السلام عليكم، صلوا على النبي اللهم صلي وسلم عليه. آريا للسجاد عروض جدا قوية لمدة أسبوع إلى نهاية الشهر إلى 30/9، تشمل فترة الرواتب، شحن وتوصيل لجميع المناطق. هالفرع عبارة عن فرعين بشكل كامل في حراج بن قاسم القديم، بمجرد ترفع الشاشة بيوصلك هنا مباشرة، وهذه أرقامهم تقدر تتواصل معهم، وشحن وتوصيل لجميع مناطق المملكة. العروض والأسعار والأصناف في السنابات القادمة. الأسعار الجميلة هنا على السجاد، المقاس 1.70 1.20، الصناعة بلغاري. شوفوا الأسعار قبل على 300 250، هالموديل الآن ب 150 ريال شامل الضريبة، بالله يطلع لي الأشكال الموجودة. هذا كم سعره؟ هذا موجود ب 92 ريال، واللي هنا سعره ب 100 ريال. طيب الأشكال هذه حرير 175 ريال، هذه نقشات الكلاسيك ممتاز 210. شوف بعد هنا 100 ريال، 100 ريال. شوف بعد، شوفوا هالشكل 92 ريال، يا سلام. طيب أشوف بعد 92 ريال، هذه كم سعر عندك؟ 92. شوف الأشكال أسرع، 210 هنا أو 100 ريال عفوا، 150. شوف اللي هنا 75. شوف الأشكال اللي بعدها، هذا كم سعره؟ هذا 175 ريال، 175 بوهيمي، ممتاز. اللي هنا الأسعار الجميلة هنا على السجاد، المقاس 2.20 في 1.5، صناعة وشي؟ تركي. طيب السعر من 300 ريال يا جماعة، شوفوا 150 ريال. هالموديل معليش تعطيني الموديلات الموجودة، كل موديل يختلف سعره. هذا الموديل سعره 226 أو 266 عفوا. اللي هنا هذا كم سعره؟ ما انت بحاط ورقة، مشكلة. كم السعر؟ 150 ريال، ممتاز. واللي هنا أبو الموديل الجميل هذا 228، هذه بعد 228. طيب أشوف الموديلات الثانية، هنا 165، عندنا النقشات سادة، سعر 210. شوف الأشكال، أكبر قدر من الأشكال تطلع لي حتى الجميع يشوف، 125 ريال، 175، هذا بوهيمي الشكل الجميل هذا، 336، ممتاز حلو الشكل هذا. كم سعره؟ 230 ريال يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. الخيارات الموجودة في مقاس 3 متر في 2، لأن في أشكال جميلة الأفضل أنكم تشوفونها وبأسعار ممتازة. شف هذا 3 متر في 2، قبل 480 حاليا 336. شف هالشكل أيضا هالشكل، طلع لي أنا أجيب الأشكال الثانية. شف هالشكل 300 ريال من 600 ريال. شف الشكل هنا أيضا هالمدية 336، هذا كم سعره معلش؟ هذه كانت 600 ريال، من 600 ريال إلى 420 ريال، وهنا 336 ريال، طلع لي أكبر قدر من الأشكال. هذا كم سعره؟ 420 ريال، كانت 600 ريال. الصناعة ذكرني فيه بلغاري، ممتاز. اللي هنا أيضا ممتاز الشكل، هذه أيضا الشكل، صراحة أشكال جميلة جدا. طيب 420 ريال، 420 ريال، حلو هالشكل ممتاز. 476 الآن نكشة الخيش، أيضا بشوف هالشكل الجميل 420 ريال. أنا أحب الأشكال الفاتحة، الوفايت، الأبيض، أيضا الأشكال المدرن. شوف هالموديل المدرن جدا جميل، هذا صوف ولا لا؟ صوف. طيب صناعة يا نجيب، شوف السعر من 800 ريال إلى 560 ريال، 3 متر في 2، أيضا هذا السعر. دقيقة نجيب، 390 ريال، مقاس 3 متر في 2. شوف الأشكال جميلة المدرن، يا سلام. سعره كم معلش؟ سعر 560 ريال، 560، وهالشكل الجميل 560 ريال. السعر 490 ريال، 560 ريال. لا اي 490، انا شايف 490. طيب اشوف الاشكال الثانية، 420 على السريع نجيب. شوف الاشكال ممتاز جدا، هذه كم سعره اللي هنا؟ 420. اي اذكر السعر عشان ممتاز. هذا كم سعره معلش؟ بتوقف هنا 420. شكل جميل ورايق للامانه. اللي بعده عندنا النكشه، هذه كانت النكشات الكلاسيك 4 في 3، من 1600 الى 1120. وش الصناعه؟ صناعه تركي. طيب عطني الاشكال الثانيه، هنا 1120 عفوا شامل الضريبه، هنا 1470. هذه النكشه الصيني، نكشة الصيني 2100 ريال، الحين 1470. 1470، طلع لي أكثر من شكل. هالموديل 1260،
هنا كم السعر؟ هذه 1120. نشوف اللي بعده. ايضا نكشات مختلفة. نشوف ايضا وش اللي عندنا 720 هنا؟ هذه نكشة 4 متر في 3 من 1200 الى 720. ايضا متوفرة المقاسات الكبار 4 في 5 4 و 5 4 في 5 4 6 طبعا باسعار مختلفة. 1470 اشكال. أريكم بعض الخيارات عندهم بنفس المقاس 220 في متر ونص. هذه الخيارات الأمانة بالنسبة لي أنا جازت الكثير لأنها نقشات عالمية وأشكال مميزة. أنا أحب الشيء الهادي. شوف الأشكال هنا 220 في متر ونص. صناعة وشو بس؟ صناعة بلغاري. بلغاري. السعر قبل 380. 266. هالأشكال الجميلة بوريكم الخيارات اللي عندهم. أشوف أيضا نقشات سادات زي كذا فندقية كانت 350 الآن 245. طيب أشوف الأشكال أكبر قدر ممكن من الأشكال عشان أشوف هنا أيضا هالشكل هالموديل ممتاز ممتاز. الأسعار 245 زي هذه مثلا 245 اللي هنا شوف نفس السعر 245. طيب شوف الأشكال الجميلة والسعر حاول تذكر لي السعر أهم شيء. السعر كانت 350 الحين 245. جماعة العروض مدتها أسبوع فقط أو حتى نفاذ الكمية. البوهيمي. طيب هنا 450 الحين 315 هالأشكال. شوفوا يا جماعة الأشكال اللي هنا وبعطيكم الأسعار. المقاس 3 متر في مترين. أشكال جدا جميلة. السعر من 600 ريال إلى 420 ريال هالشكل. 420 ريال. هالشكل الجميل كم سعره هنا؟ 420. طيب حق المطبخ 275 للمطابق 275. شوف الأشكال الثانية أيضا 200. اللي هنا 385 250 المقاس 3 متر في مترين 375. اللي هنا كم؟ 275 ريال. 275 ريال. طيب وش بعده؟ 275 ريال. 275. اللي هنا هذه كانت 600 ريال 550 ريال الحين 385 اللي هنا 420. شوف الاشكال هالشكل كم 385 ريال. وهنا ايضا 385. لا لا ايوه عندك هذا كم سعره؟ هذه كانت 600 ريال الحين 420 ريال. وهنا ايضا 420 ريال. ايضا هنا الشكل جميل. شوفوا عندكم هالسجاد سجاد بوهيمي حرير طبعا والمقاس 3 متر ونص في مترين ونص. سعر قبل ما تجي سعر من 850 إلى 595. شوف الشكل. أعطني الأشكال الثانية وأنا حاط لكم أرقامهم. اللي خارج الرياض بيطلب ويشحن موجود واللي في الرياض يجي الفرع مباشرة. شوف هذه الأشكال 585. هذا كله بوهيمي ها؟ هذه كلها بوهيمي. ممتاز ممتاز. عندنا النكشات البوهيمي هذه يختلف. هذه نكشات مختلفة. كانت 1100 الحين 770. الآن 770 أيضا فيها الموديل. في هذا الموديل هنا الموديلات الكلاسيك اللي يحب الكلاسيك. معليش قبل ما ابدا بالاسعار وش الصناعه؟ صناعه تركي. طيب السعر كان 1200 الحين 720. 720 مقاس 4 في 3. وريني الاشكال الموجوده يا نجيب. الوان. طيب هالالوان نشوف هالاشكال ايضا والسعر 720 ريال شامل الضريبه. ايضا مقاسات متوفر 4 في 6 4 في 5. المقاسات الكبيره موجوده 4 في 6 4 في 5 4 في 4 4 في 4. جميع المقاسات المقاسات باذن الله موجوده عندهم. وهذه موديلات الكلاسيك عندهم ما يحتاج. احاول قدر الامكان اطلع اكبر قدر من الاشكال حتى اللي خارج الرياض يصور الشاشه ويقدر يطلب لان الجمهور بشكل كبير جدا في الرياض وخارج الرياض. فمثل هالنكشات نكشات الخيش الجديده أسعارها على 476. طلع لي أكثر موديلات حتى الناس تستفيد من هالأسعار وأيضا المقاسات الموجودة. هنا سعر 476 نكشات الخيش. كل هذه موديلات نكشات الخيش 476. هنا هالأشكال هذا السعر 250 ريال 3 متر في مترين. كان 500 الآن 250 هالشكل أيضا. هذه البوهيمي. وصلنا الآن البوهيمي ولا 420. هنا 420. طلع لي نجيب أكثر الأشكال. حلو ممتاز. واذكر لي السعر 420. شوف هالشكل ممتاز جدا 455 ريال ممتاز. طلع لي اكثر قدر ممكن يا نجيب 385 هالشكل الجميل ممتاز. ما شاء الله خيارات راقيه ممتاز. العروض القويه عندهم على هالسجاد يجيكم متر ونص في 80. الصناعه تركيه. سعره 60 ريال هالموديلات. طلع الموديلات اللي هنا 75 ريال.
اللي هنا نشوفها كم سعر؟ 50 ريال هالموديل. طيب شوف الموديلات، 50 ريال، اللي هنا 60 ريال، 50 ريال، 50، الأسود اللي هنا مع الذهبي كم؟ 105 ريال، كانت 150 ريال فرو. ها ما شاء الله تبارك الله. طيب واللي هنا 50، 60 ريال، 60، المقاس متر ونص في 80، هنا 40 ريال. عندك أشكال زي كذا 60 ريال، نقشات مودرن ما شاء الله ممتاز. طلع الأشكال على السريع، 40 ريال، 50 ريال، اللي هنا 60، أنواع وأشكال عندهم. هالسجاد أيضا 50. شوف هذا معلش كم سعر هذا؟ 90. طيب ممتاز صوف. واللي هنا هذا اللون الأبيض 100. تم إعلاننا لهذا اليوم في آريا للسجاد، موجودين في حراج بن قاسم، بمجرد ترفع الشاشة بتوصل لنا مباشرة. حطيت لكم رقمين لهم، شحن وتوصيل لجميع مناطق المملكة، حتى اللي خارج الرياض جميع التغطيات أحرص أنها تكون فيها شحن لكم. التوصيل والشحن برسوم رمزية داخل الرياض أو خارج الرياض. الله يوفقنا وياكم وفي أمان الله. هالأنواع من الدعاسات اللي هنا أي شكل تختاره 15 ريال فقط. هنا سجاد نكشات البهيمي، طبعا الصناعة تركمستاني. نجيب يقول لي الأسعار يسعرون برا بيلقون على 1600 1500 1400. طيب إذا لقوا نفس سعرك اللي هو 1120، قال خذوا بلاش مني. يقول خذ السجاد بلاش، إذا لقيت 3 متر ونص في مترين ونص نكشات البهيمي 1120، وصناعة نفس الموديل هذا. نكشات البهيمي موجود بالسوق كثير. اي نفس الموديل هذا بالضبط. أيوه. إذا لقيت أقل من سعره يقول أيوه. تعال خذها مجانا بنفس المقاس ونفس النكشة بالضبط. هذه النكشة وأيضا هذه النكشة، معطينا أسعار ممتازة جدا. هذه طيب. النكشة عندنا. طيب في كميات؟ في كميات. ممتاز جدا. طيب هذه النكشات اللي عندهم، هذا النكشه والسعر نفسه 1120. ممتاز. يلا شوف لي الاشكال السريع. المودرن اوكي، كانت 850 الحين 595. ايضا نفس السعر. والنكشات طيب. هذه خامات الصوف. نجيب وش عندنا هنا؟ هذه النكشات السادات، سادات 3 في 4، كانت ب 1000 ريال، الحين 600 ريال. اشوف الاشكال الله يعافيك. الوان نكشات متوفره. هذا سعرك ايضا 600 ريال. واللي هنا هذه بعد 600 ريال. جماعه المقاس 4 متر في 3. ممتاز. هذا النكشه الوان، عندنا من نكشات الخيش حلو. هذه الخيش كانت ب 1100 ريال، الحين 770 ريال. 770 ريال المقاسات كلها 4 في 3. نكشات موجود 770 ريال. هذا النكشات البوهيمي، هنا البوهيمي نكشات البوهيمي 1120. الحين 1120 ريال. ممتاز. طيب وش بعده؟ هذه النكشات المودرن 900 1350 945. ممتاز ممتاز. شوف هذا الشكل كم سعر هذا اللي هنا؟ هذه ب 600 ريال. 600 ريال من 1200 ريال. طيب شوف هذا، هذا سعره كم؟ هذه كانت سعر 1600 الحين 1100. هنا ما شاء الله طلبات على الواتساب باستمرار على رقم المحل، نزلت لكم رقمين مباشرة. هذا أحد العملاء الآن يطلب ويوصلون له ويشحنون له، سواء أنت في الرياض أو خارج الرياض. هذا في الرياض يقول أنا بشرق الرياض عند كبري الفحص، ضبطه بالسعر بما أننا أول واحد فتحنا عليه. الله يعافيك. ختام إعلاننا اليوم في آريا للسجاد، فرعين جنب بعض موجودين في حراج بن قاسم، بمجرد ترفع الشاشة بيوصلك هنا مباشرة. حتى اللي خارج الرياض جميع التغطيات بحول الله تعالى أحرص على الشحن والتوصيل لكم. عندهم شحن تقدر تطلب على رقمهم برسوم رمزية سواء داخل الرياض أو خارج الرياض. الله يوفقنا وياكم وفي أمان الله.